النهارده الحقيقه تقدمت دوله الصومال بطلب لجامعه الدول العربيه لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعه الدول العربيه على مستوى وزراء الخارجيه العرب، وده كان عشان بحث تداعيات ابرام مذكره تفاهم ما بين بشكل غير قانوني، ودي تم توقيعها بين اثيوبيا واقليم ارض الصومال، بتمنح بموجبها حق استغلال 20 كيلومتر شمال غرب الصومال في البحر الأحمر. سفير إلياس شيخ عمر أبو بكر سفير جمهورية الصومال في مصر قال إنه يجب اتخاذ موقف عربي موحد للرد على هذا الانتهاك الصارخ اللي قامت به إثيوبيا ضد سيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية. خلينا نتحدث مع حضراتكم بشيء من التفصيل عن هذا الخبر، والحقيقة يعني خبر بيمثل خطورة كبيرة على وحدة وسلامة أرض الصومال وعلى مقدرات هذا الشعب وأمن البحر الأحمر. الحقيقة يعني بالتأكيد جامعة الدول العربية هيكون ليها موقف، وموقف كبير ضد ما يحدث للحفاظ على أمن واستقرار الصومال. هناخد دلوقتي على التليفون سعادة السفير حسام زكي مساعد أمين عام جامعة الدول العربية. مساء الخير على حضرتك سعادة السفير، ويعني لو تقولنا دور جامعة الدول العربية تجاه هذا الاتفاق المبرم ما بين إثيوبيا وما بين هذا الإقليم الانفصالي وخطورة هذا على شعب الصومال ومقدرات هذا الشعب. اهلا وسهلا، مساء النور على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. طبعا هو موضوع مهم زي ما حضرتك تفضلتي، ومندوب الصومال نقل طلب حكومته بانه يتم عقد دوره خاصه غير عاديه على مستوى وزراء الخارجيه لبحث الموضوع. طبعا الموضوع فيه خطوره يعني على وحده أراضي الصومال، وهي وحدة يعني مهددة منذ فترة طويلة. يمكن السادة المشاهدين يسمعوا عن أن الصومال في مشاكل من فترة طويلة، وهي صحيح. مشاكل مدتها الآن حوالي 30 سنة، وهذا البلد يعني بيصارع ويعني يكافح من أجل توحيد نفسه واستعادة قدر من الشكل الطبيعي لتسيير الدولة، ولكن يعني يواجه صعوبات كبيرة أهمها أنه المنطقة الشمالية من الصومال زي ما هو معروف على الخريطة عملت استقلال فعلي وأعلنت نفسها أنها جمهورية مستقلة، وطبعا ده ضد مبادئ وحدة الصومال طبعا اللي احنا بنؤمن بيها وندعمها كجامعة الدول العربية. وبالتالي من هنا جه نفاذ الجانب الأثيوبي إلى يعني هذه الجمهورية التي لا يعترف بها يعني تقريبا أحد، و يعني وصلوا إلى هذا الاتفاق بشكل يمنح الجمهورية الأثيوبية مدخل على البحر، ويمكنها من انها يعني يكون عندها منفذ بحري، لانها منذ ان يعني حصلت اريتريا على استقلالها وهي دوله حبيسه زي ما بيقولوا، ما عندهاش منافذ بحريه. طبعا هذا الموضوع في الجانب الصومالي وفي حكومة مقديشو بياخدوه بجدية كبيرة، ونتفهم ذلك. ويمكن حتى امبارح المتحدث باسم أمين عام الجامعة العربية أصدر بيان في هذا الموضوع بندعم فيه الجانب الصومالي بالكامل ومطلبه، ونتفهم ما يتحدث عنه من أنه هذا تهديد لوحدة بلاده وسيادتها على أراضيها. طبعا مشاكل الصومال زي ما قلت هي أقدم من أنها يعني ما بدأتش أمس، ولكنها يعني نتيجة أنها هذه المشاكل تركت لفترة طويلة بدون حل، فهي للأسف بترتب مشاكل جديدة، وبترتب أنه أطراف أخرى تدخل للاستفادة من هذه الأوضاع.
كيف يمكن لجامعة الدول العربية أن تتصدى لهذا سعادة السفير مع تفاقم الأوضاع الإقليمية الآن؟ يعني بطبيعة الحال الجانب الصومالي أتخيل أنه يريد أن يطلب من الجامعة موقفا سياسيا واضحا وفيه إجماع عربي على تأييد المطلب الصومالي باعتبار هذه المذكرة لاغية وباطلة، وأنه أي تعاون ما بين الكيان الموجود في شمال الصومال وهو المسمى بجمهورية أرض الصومال يعتبر تعاون يعني غير ذي صفة قانونية، وأنه يعني المطالبة أو المناشدة لكل الأطراف أنها لا تتعاون مع هذا الكيان، بغض النظر عن أنه بيحاول تسويق نفسه باعتباره كيان مستقل. ف يعني دي مسألة يعني فيها بعض التحديات، لأنه على مدار السنوات الماضية استطاعت هذه يعني استطاع هذا الكيان أنه هو ينسج بعض العلاقات التجارية هنا وهناك، وبالتالي المسألة يعني بها بعض التحديات، ولكن الجانب الصومالي وحكومة مقديشو واضحة الآن في أنها تريد طرح الموضوع على الطاولة وتريد دعم الموقف العربي، وأعتقد أيضا أنها ترغب في عمل نفس الشيء في مع الاتحاد الأفريقي أخرى. نعم، مع الاتحاد الأفريقي مثلا سعادة السفير. يعني الاتحاد الأفريقي طبعا هي هتكون فيه تحدي أكبر، لأنه الجانب الأثيوبي هنا ممثل، وطبعا ده يمكن أن يعيق التحرك، لكن في الجامعة العربية ممكن أنه يكون التحرك في قدر من السهولة غير متوفر في حالة الاتحاد الأفريقي. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعادة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.